شلون بدي اروح على الافتتاح بدون ما تحسروا له؟ هاي الشاي حبيبي. اخي الشاي والنعناع، شو عرفك انه يعني شو فكرتي انه انا بدي شاي؟ يعني انا قلت لحالي يا رولا يا اموره لازم تخفي على جوزك وتدللي. والله حبيبك عمري دخي ضحك انا، هذا الحكي، هذا الحكي الحلو. بعدين كمان قلت لحالي انه لازم تثقي بجوزك لانه الثقه هي اساس الحياه الزوجيه. دخيل الثقافه والمثقفين انا، شو هالحكي هذا؟ شو هالحكيات الحلوه من الصباح؟ عشان هيك عمري صار فيك تاخذ راحتك وما تخاف مني بنوم، اعمل اللي بدك اياه، بس انه قلي قبل. روحي هذا حكي بيريح وبيطمن يا عيني عليكي. طيب بالنسبه لرشا، اوعك تجيب هي الكلمه على لسانك بتوترني. شو بكي روحي شو بكي؟ هلا كنا عم نحكي عن الثقه وحباشاتها، شوفي كل شيء الا هي رشا. خلص خلص شو بدك بصير؟ قصاي يعني انا حابه بكره اقضي نهار عند ماما، بتوصلني لعندها؟ عن جد عم تحكي؟ كانك فرحت كثير. لا بالعكس بالعكس زعلت انا، اصلا مين بده يغديني؟ مين بده يفطرني؟ مين بده يعشيني؟ ايه بسيطه حبيبي، انت بتجي المسا بتاخذني على 10 منيح؟ لا شو 10 كثير 10. روحي المشكلة أنا بكرة عندي موعد مهم مع مخرج كتير مهم. طيب حبيبي بس لا تتأخر علي. لا خلاص شو تأخر عليك، الحمد لله زبطت القصة. أطيب شايات بشربهم بحياتي، أنت عملتيهم يا سيدي؟ عيش كتير تسمع كتير. إيه والله. ها إجا. صباح الخير استاذ مضبوط الخبريه استاذ قصي. حلوا عني يا اخي حلوا عني. معقوله خبريه كذبيه؟ بيبي ما قلت لي كيف كانت المقابله تبعك؟ مقابله؟ مقابله شو؟ المقابله مع المخرج الكبير اللي حكيت لي عنه. شو فيه؟ ها ايه ايه حلوه حلوه كثير ومثمره عن جد؟ ايه يعني حيصير في بناتكم تعاون؟ ايه لكان ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي روحي. ايه بيبي كان المخرج نساك تسكر باب الزقاق. ايه والله. لك شو عم تساوي هون؟ شو عم تساوي؟ اسف استاذ بس طالع لي برجلي بسمار كبس، بسمار لحم استاذ بسمار. بس على السريع البيت. حاضر 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 استاذ. الله لا يحرمنا اياك يا استاذ، انت بتعرف انا قديش بحبك استاذ، لا تاخذني مشان الله، دخيل الوش الحلو، دخيل اللي خلقك يا استاذ، والله بحبك من قلبي وحياة الله وحياة بنت عمي. خلصنا استاذ. هلا بس السؤال معك سؤال استاذ. تفضل. هلا انا ليش وين ما رحت بدك تاخذني معك استاذ؟ بالمكتب لازم اكون معك وضيفك شاي وقهوه زهورات ويانسون وكعك، وهون كمان بدك تجيبني كمان بدي اكون معك، طيب وين ما رحت استاذ بدي اكون معك؟ نعم استاذ. حاشكو لك. حاضر استاذ. انا جايبك لاني خايف مرتي تطب علي. عرفت؟ ايوه حلوه استاذ. شو لا؟ قصدي حلوه انه تطب عليك هون بالمطعم وتشوفك مع حدا، يعني هيك قصدي استاذ. فاهم علي؟ حاضر استاذ. اذا اجت رشا تحمل حالك وتقعد على هداك الكرسي. هداك الكرسي استاذ بعد. حاضر استاذ. ماشي؟ حاضر استاذ. فورا استاذ. الله لا يحرمنا اياك يا استاذ الهي، الله لا يحرمنا اياك. ان شاء الله هيك بتمسك التراب بايدك يا استاذ بيقلب قلبك. الله يخلينا استاذ. هاي هاي ورحمة هاي. الله وبركاته وحياة الله يا أنسي. هلأ كان الأستاذ بسيرتك عم يقلي إنه مشتاق لك كثير، وحياة الله. أنا مشتاقت له أكثر. أنا رح نقعد هنيك أستاذ مثل ما قلت لي قبل ما تجي. حاضر حاضر. شو مهضوم؟ شو مهضوم؟ شو الأخبار؟ مشتاقة وفي قلبي لوعة. تعال تعال قرب شوي. لا لا منيح هون. تعال لجنبي عم اقول لك قرب شوي، في موضوع بدي احكيه معك. تعال. وبلكي اجى هذا يويو بده يجي بس مو هلا. تعال.